السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناة مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو الصفحة رقم 21 من الدرس الرابع ديال الضرب في عدد مكون من رقم واحد. الحصة الثالثة، أطبق وأتدرب. هنا عطاونا سؤال رقم 5، جي بوز جي فيكتو. غادي نوضع العملية ونخرجوها، نحطوها ونخرجوها. عندنا 69 ضرب 5، كتبوها هنا، 96 ضرب 5، 5 × 6 = 30، نكتب 0 ونحتفظ ب3، 5 × 9 اللي هي 45، نكتب 5، باقي مكتبش مخديتش الاحتفاظ، 45 زائد 3 48، إذا نكتب 48، إذا الخارج هو 480. ندوزو للعملية الثالثة، الثانية، 115 ضرب 4، 115 ضرب 4، 4 × 5 اللي هي 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2، 4 × 1 4 زائد 2 6، 4 × 1 4، إذا الخارج هو 460. متفقين؟ نمرو دابا العملية الثانية، عفوا السؤال الثاني، سؤال رقم 6، أتأكد من صحة العمليتين وأصحح الخاطئ منهما. هنا عطينا جوج عمليات وغادي نشوفو فين هي العملية اللي صحيحة. عطينا 136 ضرب 7، 7 × 6 كم تساوي؟ تساوي 42، ياك تساوي 42، ها مكتبو 2 ونحتفظ ب4، 7 × 3 تساوي 21 زائد 4 هي 25. واش كاينه هنا 5؟ لا، إذا العملية خاطئة. غادي نصحو هاد العملية، نكتبوها هي الأولى، 136 ضرب 7، متفقين؟ قلنا 7 × 6 42، نكتب 2 ونحتفظ ب4، 7 × 3 21 زائد 4 هي 25، نكتب 5 ونحتفظ ب2، 7 × 1 هي 7 زائد 2 اللي هي 9، إذا الخارج هو 952. شوفوا العملية التالية، 185 ضرب 4، 4 × 5 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2، 4 × 8 هي 32، ياك ولا زدنا عليها 2 ديال الاحتفاظ غتولي لنا 34. واش هنا كاتبين 4؟ لا، كاتبين 5، اذا عندهم العمليه خاطئه. غنصحوها حنايا، 185 ضرب 4، قلنا 4 × 5 اللي هي 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2، 4 × 8 هي 32 زائد 2 هي 34، نكتب 4 ونحتفظ ب3، 4 × 1 4 زائد 3 هي 7، إذا الخارج هو 740. مرو السؤال رقم 7، أجد الرقم الذي تمثله كل زهرة في العملية. هنا عطينا ثلاثة الأزهار هما هادو، وغادي نشوفو الرقم اللي كيتمثلو هاد الأرقام. عندنا هنا رقم 3، رقم 1، وهنا 1، وهنا 6. 3 إلا ضربناها في شي رقم غتعطينا 1، شنو غيكون في نظركم؟ شنو غادي يكون؟ عندنا 3 × 1 × 7 كتعطينا 21، نكتبو 1 ونحتفظ ب2، إذا الزهرة البرتقالية هي رقم 7، 3 × 1 اللي هي 3 زائد 2 اللي هي 5، إذا هنا عندنا 5، 3 × رقم كتعطينا 6 اللي هي 2، 3 × 2 تساوي 6، متفقين؟ إذا الخارج هو
51. السؤال رقم 8، أجد الرقم الذي تمثله كل حشرة في العملية. هنا عطينا 3 حشرات وغادي نشوفو شحال الرقم اللي كاين تحت منهم. عندنا 4 × 5 تساوي 20، إذا هنا نكتب الصفر ونحتفظ بإثنان، إذا الرقم ديال الخنفساء هو 2، عفوا 0. 4 في شي رقم فرقم كيعطينا 6، شنو غادي يكون؟ ما تنساوش باللي هنا راه باقي لنا جوج ديال الاحتفاظ، هيا رقم جوج ديال الاحتفاظ، اذا 4 في 1 4 زائد 2 ديال الاحتفاظ هي 6، اذا رقم الفراشة هو 1. 4 في 1 هو 4، اذا رقم النحلة هو 4. هو 4. الحصة الرابعة، دوزو دابا الحصة الرابعة. سؤال رقم 9، تقوم كل دعسوقة بدورها كاملة بدورة كاملة حول الشكل، احسب المسافة التي تقطعها بالنسبة للمربع، مسافة هنايا 45، بالنسبة للمثلث متساوي الأضلاع 59، بالنسبة للمربع عندنا 4 جهات، 4 جهات يعني الدعسوقة كدور 4 مرات، ياك يعني 45 غادي نضربوها في 4 باش نعرفو شحال هاد المسافة في 4. أربعة في خمسة 20، نكتب الصفر ونحتفظ بإثنان. 4 في 4 اللي هي 16 زائد 2 اللي هي 18، إذا الدعسوقة المسافة اللي قطعت هي 188 سنتيمتر. بالنسبة للدعسوقة هنا مثلث متساوي الأضلاع فيه 3 جهات، ياك إذا 59 ضرب 3 يعني 3 مرات، إذا 3 في 9 تساوي 27، نكتب 7 ونحتفظ بإثنان. 3 في 5 تساوي 15 زائد 2 17، اللي هي 177 سنتيمتر. متفقين؟ سؤال رقم 10، يستطيع الكنغر تحقيق قفزة تساوي 6 أضعاف قامته، أحسب طول القفزة الواحدة بالسنتيمتر. بالنسبة للطول ديال الكنغر فيه 150 سنتيمتر، ويقدر هاد الكنغر ينقز 6 ديال المرات بالطول ديالو، يعني 6 المرات يعني كيفاش غنشرحها، يعني 6 ديال المرات أضعاف قامته، يعني 6 المرات من الطول ديالو. إذا غادي نشدو 150 وغادي نضربوها في 6 وغادي نشوفو شحال غادي يعطينا هاد العدد. 6 في 0 0، 6 في 5 هي 30، نكتب الصفر ونحتفظ ب3، 6 في 1 هي 6 زائد 3 9، إذا الكنغر يقدر يقفز قفزة طولها 900 سنتيمتر، يقدر يقفز حتى 900 سنتيمتر. هنا كيكون سهل الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ما تنساوش تدعموني بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامه.